قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا وقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكسل يماني فوطيني به فاتيته بالكسل يماني فوطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلا له كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا السلام عليك يا أمة وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشهد عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدكم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد أذنت لكم قد حرمهم تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء فدن له سائل نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليه السلام يا ولدي ويا شوحي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم حظما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليه السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم اغتمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم بيد اليمنى إلى السماء وقول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لهمهم لهمي ودومهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم و
ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معكم سادس؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبى الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل وأنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى ويتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله بزنا وفات شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وخز الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله هدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما